نشاطات فنية وثقافية طبعا جُبلت بعبق ياسمين الشام، رائحتها اللي بتحكي عن تاريخ وحضارة شعوب على مر الأيام بسوريا الولادة أبناء مبدعين، ولا يمكن للصوت الحضاري والثقافي أن ينطفئ فيها، ليكون فريق نسور سوريا التطوعي ومجموعة أم الشهيد الذي أخذ من أرض سوريا عنوانه سوريا تنبض بالحياة، يحمل بكل مرة رسالة بتأكد أن سوريا شعب لم ولن يموت. زينب، اليوم تحت رعاية وزارتي السياحة والثقافة أقام فريق نسور سوريا التطوعي ومجموعة أم الشهيد تظاهرة فنية وثقافية تحت عنوان كرنفال عبق الياسمين السابع في قلعة دمشق. ولا نحكي أكثر عن هالكرنفال، بيسعدنا نرحب بالأستاذ هشام مطاوع عضو فريق نسور سوريا التطوعي. صباح أهلا وسهلا، الخير هشام، صباح النور. ويا من حكوم طالب بهندسة العمارة وكمان عضو. أهلا صباح وسهلا الخير، فيك، يسعد صباحكم يا شباب. صباح الخير. يسعد صباحكم. يعني يامن عم نحكي على مهرجان عبق الياسمين اللي له هي رابع سنة على التوالي تمام، عم بيصير، تحكي لنا سابع سنة. سابع سنة، تمام، تحكي لنا عن أجواء المهرجان مبارح بما أنه له زمان من بدايات الأزمة وعم ينعطى هذا، كل مرة عم بيكون في شيء جديد بالمهرجان. تماما. هو كرنفال عبق الياسمين السابع هو انطلق مع بداية الأزمة بسوريا، وإن شاء الله بقى يعني نحن لحديت الانتصار كليا للبلد. انطلق، هو عبارة رح يحكي لك عن الانطلاقة تبعيته من مؤامرة جت على بلدنا. نحن رح نثبت للشعب السوري انه نحن رجال، وشعب سوريا هو شعب الشام هو باقي. فانطلقنا سميناه عبق الياسمين الدمشقي، صراحة هو كان اسمه، واستمرينا فيه لحديت ما وصلنا للسنة السابعة، هي سنة النصر نحن بنسميه، وسنة الفرح على سوريا كلياتها. عبق الياسمين السابع، نحن بكل عبق بكل سنة بناخذ بنوجه رسالة من خلال هيدا الكرنفال. فرسالتنا كانت بعبق الياسمين السابع هو لرجال الجيش العربي السوري بدير انتصاراتهم بدير الزور، انه نحن معكم وبقيانين معكم شبابا وقوة وإرادة إن شاء الله. إن شاء الله. أكيد يعني المهرجان أقيم في قلعة دمشق، يعني هذا المكان تمام، يلي هو كتير بيعني للسوريين وأكيد بيعني لكل العالم، وهو يمكن رمز هاي القلعة الصامدة، رمز بترمز أكيد بصمود أهالينا وبصمودنا نحن بسوريا. خلينا نحكي عن اختيار قلعة دمشق وقديش هذا المكان مرتبط بعبق الياسمين. صراحة أول شيء نحن اخترنا قلعة دمشق كونه هي رمز للصمود. عبق الياسمين الأول كان بمدينة الجلاء، عبق الياسمين رقم 2 كان بقلعة دمشق، وعبق الياسمين 3 كان بقاسيون، 4 5 6 7 بقلعة دمشق، كونه هي رمز للصمود. ونحن حبينا نوجه رسالة عن طريق عبق الياسمين 7. أول شيء هي رسالة تحية للجيش بدير الزور، واخترنا عنوان سيبقى الياسمين أبيض مهما خانته الفصول. هذا كان عنوان لعبق الياسمين رقم 7. نعم. طب تحكي لنا يامن عن شو ضم الكرنفال أو المهرجان إذا بتحبوا تسموه، من فعاليات يعني موسيقية ثقافية، شو ضم؟ تماما. هلا نحن بما انه اخترناه بقلعه دمشق، فعنا نحن الشيء الاثري والتراثي اللي نحن بنحبه كشعب بالشام واهل الشام. فكانت معنا اول شيء الفرقه الشركسيه للتراث، وكان معنا الاستاذ الكبير مصطفى هلال كمان ابن حلب، وفي عندنا تكريم لكبار الفنانين والرياضيين ومثل عمال الكهرباء كمان تعبوا خلال سنين الأزمة، وأكبر شرطي مرور قريبا رح يدخل موسوعة جنس، هو موسوعة أقدم جنس شرطي بالعاصمة دمشق. حلو. تماما. وكان في حشد جماهيري حلو الحال، يعني الحمد لله. نعم، لكن خلينا نروح ونرجع بنحكي، خلينا نروح نشوف لقطات من هذا المهرجان وبنرجع.
المهرجان، بتحكي لنا يعني على السنة السابعة مثل ما حكينا يقام هذا المهرجان عبق الياسمين، تحكي لنا شو بيميزه هالسنة عن السنوات السابقة؟ عبق الياسمين رقم 7، نحن كل عبق بيكون مميز بشغلة معينة. عبق الياسمين 7 طبعا نحن كرمنا فيه بعض الشخصيات الفنية والأهلية. الأهلية كان في معنا أم لست شهداء، طبعا نحن قد ما حكينا ما منو فيها حقها أمس لست شهداء. كمان حبينا نوجه رسالة عن طريق عبق الياسمين 7 أنه سوريا باقية ولن تموت، سوريا لن تموت. نعم أكيد بإذن الله وبهمتكم يا شبابنا. يا مين خلينا كمان هيك نحكي أكثر، يمكن حكينا البرنامج ولكن خلينا نحكي قديش لكم عم تحضروا للمهرجان، ويمكن على أي أساس بيتم اختيار الأشخاص للمشاركة إما بالتكريم أو بإقامة مثل هيك فعاليات أو مهرجانات، المشاركة بالغناء أو المشاركة بالتكريم؟ تماماً. هلا بالنسبه لامور اكيد صار لكم اشهر عم تشتغلوا، اي بالنسبه لامور التحضير تقريبا انطلقنا مع بدايه السادس، كان عندنا شويه تنظيمات خفيفه بعدين هيك تطورت لحديت ما نظمنا قبل الكرنفال بيوم، كنا بالقلعه فشفنا القمر، يعني هي المساء شفنا القمر هو ساطع على القلعه، فنحن اعطانا هيدا الاراده والقوه انه على حجار القلعه القديمه والقمر عم يطل علينا، فنحن اهل السلام، يعني الشام اهل السلام، فكتير انبسطنا بهيدي الفكرة. بالنسبة للاختيار بين الأشخاص فنحن دائما بنختار مثل ما حكى الزميل هشام انه بنحاول من كافة الطبقات، مش يعني طبقة معينة مثلا فنانين او بس شرطة مرور او لا، نحن من كافة الطبقات والجمعيات نحن بنكرم وبنعطي حق وبنخلي يعني انه نحن معكم، يعني مثل الام للست او خمس شهداء نحن بنقول لها نحن معك، نحن اولادك، وشرطة المرور كمان نحن اهله، يعني قد ما كان هو كبير بالعمر وعم يعطي من شان وطنه ونحن كمان عم نعطي. ايه فنحن يعني قد ما كان نعطيهم حقهم لهدول الاشخاص. هشام يعني شفنا كمان في تكريم لشخصيات فنيه ثقافيه وايضا اهليه، شو الهدف من هالتكريم؟ شو الرساله اللي حابين توصلوها وكيف تختاروا هي الشخصيات؟ نحن بنختار عن طريق هلا كفنانين، كل فنان ترك بصمه نحن بنحب نكرمه، نحن مذكرينها لنشوف شو عم تعمل، كل حدا عم يعمل بصمه سوريه نحن عم نكرمه، كفنانين كمطربين كفنيين، شخصيات سياسيه شخصيات اعلاميه، من كافه ال مين كان في فنانين اعلاميين مشهورين كفنانين كان امهات شهداء، كم حدا دعيتوا؟ كفنانين كان الفنان عبد المنعم عمايري، وفاء موصلي، المخرجه رشا شربتجي، كان في عندنا الطفل محمد الحلبي اللي شارك عبد الرحيم الحلبي اللي شارك بتافويز، هي شخصيات فنيه، شخصيات اهليه الام لست شهداء، نعم. شخصيات اعلاميه كان معنا ماريا ديب الاعلاميه الكبيره، هدول اللي كانوا بالتكريم، وكمان كان الفنان المسرحي فايز غزق، نعم. معنا بالتكريم. نعم يعني يا من كمان يعني حفل كان كامل متكامل بجهود شبابيه، خلينا اليوم نحكي قديش باعماركم كشباب، يعني عم تشتغلوا بعمل تطوعي لحتى تقدموا لحتى تزرعوا الفرحه لحتى تحسوا ببعض او تقدروا الفن او لحتى تقدروا الام تقدروا العطاء والاراده اللي موجوده جواتكم عم تنقلوها يمكن لجيل يلي بعدكم وايضا يلي لجيلكم عم تعطوه هي الروح الحلوه والحماس. قديش مهم اليوم دور الشباب السوري، قديش مهم اليوم انه نكون كلنا ايد وحده لانجاح اي عمل. تماما. هلا نحن بفريق نسور سوريا التطوعي من بدايه انطلاقتنا لهلا تقريبا لنا بحدود اكثر من 450 فعاليه، بس نحن وقت بنجي نشتغل فبنسقط كلمة تطوعي، يعني تماما نحن خلصنا بحب بسلام بمحبتنا نحن عم نشتغل بقلوبنا، وهذا التكاتف نحن مع بعضنا كشباب وصبايا ولإنجاح أي فعالية أو أي مبادرة فبتكون مصادرة من عمل إنساني من حب للخير، حب للشام، حب لسوريا كافة. فنحن
يعني بأي فعالية بنمشي الحمد لله بأمور كتير سليمة وبمحبة وبتشجعوا بعض يمكن. ايه تماما، في عنا هيك شوية مثلا مسحة ضحكة، المهم انه يكون دائما في هي الابتسامة. نعم هشام، يعني تشاركية بين مجموعتين عم تشتغل للمجتمع الاهلي، ام الشهيد ونسور سوريا. اول شيء كيف تشوف هالتشاركية بين المجموعات؟ وثانيا شو محضرين شيء جديد؟ هلا بداية العمل التشاركي دائما بيكون افضل من العمل الفردي. عمل التشاركي مجموعة مجموعتين ثلاثة بيكون العمل أقوى والفعالية أقوى وأكبر خلال العمل. هلأ بالنسبة للفعاليات المستقبلية، نحن كنسور سوريا رح نعمل هلأ، طبعا هو امتداد لفعالية لتبقى حلوة، تجميل المدارس، جدران المدارس. هلأ قريبا بكلية الآداب رح نرسم شخصيات أدبية على جدران ورسومات تحمل فكرة. نعم بكلية الأدب. نعم يامن، أنت مو بس طالب بكلية العمارة وهندسة العمارة ومتطوع بفريق النسور، ولكن أيضا أنت شاعر، واليوم محضر لنا شيء بدك تقلنا إياه. تماما، يلا خلينا نسمع. أول شيء أنا كثيرة أشعار بتجي عن الشام وعن سوريا، لأنه هي بحسها الأم الكبرى لكل قلب فينا. فالشعر اليوم أكيد رح يكون عن الشام وعن هيدي البلد الحبيبة. تفضل. شام بلواكي بلوانا، سوريا بلواكي بلوانا، عشت بك في هون الفرح، إعصار حب في قدح، خمر من العريش يسقط على سلة مسربة القزح، غجري أنا في وصفك ومتمرد في عشقك، نيران في داخلي تولع، فسبحان من يحيي قلبا من عطرك، في داخلي ملحد كافر يسطع، يأخذني إلى الجنة بيده وملاك في النار يلمع، فسبحانك ربي خلقتها شامة وخلقتني كمجنون يقبع. تسلم تمك يا يامن، الله يحمي لك هالموهبه يا رب. شكرا لك. لك هشام، بتحب تحكي كلمه اخيره بتوجهها لكل الشباب اللي حابين كمان يتطوعوا معكم او يبادروا بافكار؟ نحن في عندنا صفحه على الفيس اسمها فريق نسور سوريا التطوعي، اي حدا بده يتطوع فيه يتواصل معنا خلال الصفحه، ونحن كنا نوزع منشورات اللي بده يتطوع. طبعا نحن كنا الاعمال اللي كنا نعملها كانت العالم تشوفها بالشارع، فاحيانا نكون عم نعمل فعاليه يجوا لعنا يسالونا انه نحن بدنا نطوع، بدنا نعمل مثلكم، خاصه بالاعمال الاهليه اللي كنا نعملها بالشوارع دمشق، بس عن طريق الصفحه التواصل. نعم هشام ويامن، شكرا كثير لكم والف مبروك المهرجان السابع، وان شاء الله الاعداد غير متناهيه، بيكون في هيك مهرجانات بسوريا وبهمتكم يا شبابنا. شكرا كثير لكم، شرفتونا، وتحيتنا اكيد لكل اعضاء الفريق، يعطيكم العافيه. شكرا لوجودكم معنا. لا يا